أنا حسام حسين محمد معروف بين الناس حسام العزامي. استنفرنا إحنا كفريق بتجهيز السلات الغذائية والمبالغ المالية من ميسورين الحال، وكذلك المساعدات العينية إلى العوائل أصحاب الدخل المحدود وكذلك الأيتام والفقراء أثناء فضل حظر التجوال الشامل التي تشهد له المدن. طبعا خلال جائحة كورونا زاد عدد العوائل المحتاجة، مثل ما تعرفون اكو سائق تاكسي، اكو عامل، دول توقفوا بسبب حظر التجوال المفروض على البلد، لذلك كثرة العوائل المحتاجة، كثرة المناشدات، الاستغاثة. احنا بدورنا نحاول نوصل اللي نقدر نوصله الى هاي العوائل خلال جائحة كورونا. والله انا اقول بارك الله بالشباب اللي يخدم وطنه ويخدم بلده بهذا الشأن، ولكن احنا عتبنا على الوزراء، القيم مقاميين، المحافظ، انه يدير بال على الفقره، خاصه الفقره.